صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ليلة من ليالي الملكة الفقهية. كنا في باب الوليمة، أو أخذنا مدخلا يسيرا عن باب الوليمة في باب الوليمة في الليلة الماضية، ووعدنا إن شاء الله أن ندخل في هذا الباب هذه الليلة. وكانت هناك مجموعة من الأسئلة، سؤال يتعلق ختامي بالصداق، والباقي الأسئلة متعلقة بباب الوليمة. السؤال المتعلق بالصداق هو المقارنة بين أحكام التصرف في المبيع وأحكام الثمن. عندي مجموعة من الأجوبة، هل عندكم أجوبة أخرى؟ نبدأ بالإجابة الشفهية. تفضلوا يا شيخ سام. طب تفضل يا شيخ تقرا اجوبتك يا شيخ. تفضل. من اوجه التشابه، نعم، ان كان الصداق غير معين لم تضمن ولم تملك التصرف فيه قبل القرض. اي نعم، لا يكون من ضمانها ولا تملك التصرف فيه. ولا تملك التصرف فيه، وكذلك المبيع. وكذلك المبيع. نعم، قبل قبض. طيب. أيضا. يصح جعل المبيع قبل القبض مهرا، ويصح الخلع عليه لاغتفار الغرر اليسير فيهما. أيضا يصح العتق ولو قبل القبض. لكن في المبيع يصح التصرف فيه؟ في النقطة الثانية، المبيع قبل قبضه يصح جعله، يصح جعله مهرا ويصح الخلع عليه. طيب، وفي المبيع هل يصح التصرف فيه عموما قبل قبضه؟ لا، يعني هل تقول أن النكاح، عفوا، الصداق مستثنى من التصرف في المبيع قبل قبضه؟ اي نعم، هذه النقطة في كشاف القناع ذكرها في الكشاف. اي نعم، جميل. استثنى الصداق والخلع، قال لاغتفار الغرر اليسير فيهما. احسنت. الثالثة، يصح العتق ولو قبل القبض، لو اصدقها عبدا فاعتقته سرى فيه العتق، لكن لو اشترى عبدا وايضا لو اشترى عبدا فاعتقه ولم يقبض سرى فيه العتق. عموما مسائل العتق، لان الفقهاء راوا ان الشارع كما يقولون الشارع متشوف للعتق، نعم، يعني مرغب فيه، حريص عليه، فجعلوا الاستثناءات كثيرة للعتق يخالف فيها القواعد، قالوا لتحقيق مقصد الشارع في العتق، يعني توسيع الحرية. لو تلف المبيع أو الصداق قبل القبض بآفة سماوية فهو من ضمان البائع أو الزوج. هذه يتفقان فيها. نعم، جميل. الأخيرة، النماء المتصل والمنفصل قبل القبض للمشتري أو الزوجة. المشتري أو الزوجة، يعني إذا كان مبيع للمشتري، إذا كان صداق. جميل. للزوجة فقط. هذه من أوجه التشابه. نعم، أحسنت. طب ننتقل للسؤال الآخر، واللي هو الجوانب الاجتماعية الملحوظة في كتاب الصداق، أو عفوا في باب الوليمة. تفضل يا شيخ. بسم الله. الأمر الأول أن الصائم إذا كان صائم متنفل وإذا دعي فإنه يفطر لجبر قلب أخيه، كذلك استحباب المشاركة في طعام الوليمة. نعم. كذلك من وقع في النثار في حجره فهو له، وإن كان هو مكروه، لكن يعني كذلك ضرب الدف. حسن. بس يعني طيب، أربعة خمسة. طيب تفضل.
ممكن أحد يتأكد في إجابات أرسلت؟ جدها في خلاص. تفضل يا شيخ. من الجوانب الاجتماعية في باب الوليمة جمع الناس على طعام فيه من التودد والمحبة واجتماع أهل الزوجين وتعارفهم، فينشأ تقوية لأواصر المجتمع المسلم. جميل. أيضا إجابة الدعوة فيه إدخال السرور على قلب المسلم ومشاركته في فرحته، لذا وجب. جميل. أيضا النصح للمسلمين وأمرهم بالمعروف، إذا علم ثم منكر يستطيع إزالته وجب حضوره. فيها إعلان النكاح وفرح به على عكس السفاح الذي يكون خفية. الأمر الخامس في باب الوليمة، يذكر الفقهاء آدابا للأكل والشرب، ولو تأملنا وجدنا فيها ما يسمى بالآن بالمفهوم المعاصر الاتيكيت وزيادة، ووجدنا فيها مراعاة الإسلام للصحة العامة والشخصية والمظهر العام والشخصي والأدب. أيوة أيوة. لا 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 هذه شوية شوية. لا 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 هذه شوية شوية هذه تؤكل حبة حبة. عيدها أي شوية شوية بس. في باب الوليمة يذكر الفقهاء آدابا للأكل والشرب، ولو تأملناها وجدنا فيها ما يسمى بالإتيكيت وزيادة، ووجدنا فيها مراعاة الإسلام للصحة العامة والصحة الشخصية. الصحة العامة والصحة الشخصية. نعم. والمظهر العام. والمظهر العام. والمظهر الشخصي. طيب آداب العامة أكتبتي. اسعفنا بقلم. ايش الصحة العامة؟ الصحة العامة والمظهر مظهر الإنسان. والصحة الشخصية. اي نعم. في قلم يا شيخ؟ الصحة الشخصية او الصحة ما في أحمر ولا أسود عشان يكون أوضح. طيب الصحة الشخصية. الصحة العامة والصحة الشخصية والمظهر العام المظهر الشخصي. المظهر العام. نعم. المظهر الشخصي. أيضا. نعم. جميل. الأداب والصحة والمظهر. جميل أحسنت. بقي شيء؟ أحسنت. أيضا أي. أيوة غض طرفه عن جليسه، كذلك كره رد شيء من فمه إلى الإناء. أحسنت. فعل ما يستقذر منه غيره، عيب الطعام، مراعاة الذوق العام. أي. أو نقول كمال الأدب مثلا. أيضا أن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، يعني كل هذه أشياء. يا أحسنت أحسنتم. طيب نريد الملامح العامة. أيضا بقي شيء أو نقرأ مما عندي؟ من الأشياء التي ذكرت البريد تقوية الأواصر والعلاقات الاجتماعية إلى آخره، مراعاة مشاعر الآخرين، تعزيز رابط الأخوة الإسلامية، حرص الإنسان على سمعته، إزالة التهمة عن نفسه والابتعاد عما يزري، فلا يحضر مجالس الأراذل، والإخبار بصيامه إذا ترك الأكل عند دعوته، اجتناب ما يوقع الخصام، فقه الأولويات حال إجابة الدعوة، بتقديم دعوة الجاري وذي الرحم على دعوة البعيد عند التعارض، الابتعاد عن أذية الغير بالأذى القولي والفعلي، احترام أوقات الغير باختيار الوقت المناسب للزيارة، إكرام الضيف وتقديم الطعام له، احترام الأعراف والعادات، التوسع على النساء والصبيان ومراعاة ما فطروا عليه
من حب له فقد رخص لهم رخص لهم بضرب الدف في بعض الأفراح. وأخيرا النقل الجميل ده هذا جدا، أخيرا نقل ابن مفلح عن الإمام أحمد قاعدة اجتماعية، قاعدة اجتماعية لطيفة في هذا الباب، قال: يأكل بالسرور مع الإخوان وبالإيثار مع الفقراء وبالمروءة مع أبناء الدنيا. حقيقة جميلة هذه جدا، يأكل بالسرور مع الإخوان وبالإيثار مع الفقراء وبالمروءة مع أبناء الدنيا. هذا الاتيكيت ها شيخ، هذا الاتيكيت المتنوع، وفقط يعني معالم معينة جامدة لا تتغير مع اختلاف الجلساء. هذه بعض الأجوبة التي أرسلت. أيضا يقال قالوا يلاحظ أن عددا من هذه المظاهر والجوانب تغيرت مع تغير الزمن. جميل، بقي شيء آخر عندكم؟ طيب، إذا أردنا أن ندخل يعني نأخذها اجتماعية محضة بعيدة عن الفقه يعني الباحثين في العلوم الأخرى، يعني مما يلحظ أيضا في باب الوليمة أنك ستجد الدعوات أنواعها، ستجد أنواع الدعوات وطرائقها وكيف كان الناس يقيمون تلك الدعوات والأنواع المشهورة عندهم. أوصلها الحنابلة إلى 10 وبعضهم أوصلها إلى 11، فكيف كانوا، إيش المناسبات الاجتماعية التي يقيمون من أجلها الولائم ونحو ذلك. أيضا من الأشياء التي ممكن أن يستفاد منها وسائل الترفيه التي كانت موجودة عندهم، حتى ترى مثلا إيش يسمونه، يعني طبعا بالإضافة إلى آلات اللهو والطرب وغيرها، حتى ما يسمى بين قوسين ستاند كوميدي وغيرها، ترى يعني فكرتها ما كانت بعيدة، كانت موجودة تذكر حتى عند الفقهاء. ثم يقولون إذا أتى بمضحك للقوم لا يكون فاحشا ولا كذابا ونحو ذلك، يذكرونها. أيضا من المظاهر الاجتماعية التي يمكن أن تلحظ أثناء القراءة في هذا الباب، يلحظ الطبقات الاجتماعية التي كانت موجودة في تلك العصور وكيف كان التعامل معها. فيلحظ أن يعني مثلا طبقة الولاة، طبقة الحكام اللي هم القضاة، إيش مكانة طبقة الفقهاء كانت في ذلك الوقت، إيش القضية المقارنة بين طبقة الأغنياء والفقراء، فستجدونها أيضا ظاهرة. طبعا أتكلم خصوصا في المطولات الفقهية. من الأشياء التي يمكن أن تلحظ أيضا قضايا ما يسمونها بالتعايش الاجتماعي، سواء كان بين أرباب الملل أو داخل الديانة الواحدة بين الفرق، أو أيضا حتى بين ما ذكرته قبل قليل التعامل مع الطبقات، فيذكرون دعوة الذمي ويذكرون دعوة المخالف لك في العقيدة ونحو ذلك. من المظاهر أيضا التي تلحظ في هذا الباب ترتيب الحقوق الاجتماعية وكيف التعامل معها، حقوق الجيران، التعارض عند العمل عند تعارضها وما إلى ذلك. ومنها أيضا قضية أنهم كانوا يعني أثر العرف والعادة في المناسبات الاجتماعية، أثر العرف والعادة في المناسبات الاجتماعية ومدى التمسك فيها واحترامها إلى حد ما. ستجد أن هذا ظاهر عندهم، حتى ستجد أن عددا من التعليلات الفقهية تدور حول احترام العرف والعادة، إن لم تكن يعني محرمة. وأيضا ستجد يعني فيما سبق في الملامح، ستجد أن بعض الفقهاء يتأثر ببعضها وبعضهم لا يتأثر. يعني تجد بعض الفقهاء يعني يقول يكره لأهل الفضل مثلا والعلم المسارعة إلى إجابة الطعام والتسامح لأن فيه دناءة وشراهة.
يعني إيش أثر هذه في مجتمعات أخرى مثلا؟ قد يعتبر في مجتمعات أخرى أنه مثلا أنه تسامح ويعني يجيب الدعوات قد تفسر على أنها نوع من الأريحية وأنه قربه من الناس ونحو ذلك، بينما في مجتمعات أخرى قد تعد من الدناءة والشراهة. يبدو أيضا أنه الأثر المالي والاقتصادي يؤثر في بعض إصدار هذه الأحكام. السؤال اللي ما أدري هل لاحظتموه أم لا، هل تطورت الأعراف والعادات في المدونات الفقهية أم لا؟ يعني مثلا عندما نقرأ في المقنع ونقرأ في المبدع شرحه أو أي شرح آخر له، عندما نقرأ في الفروع ثم نقرأ في المبدع أو نقرأ في الفروع ثم نقرأ في كشاف القناع أو في الإقناع، هل سنلحظ أن العادات والأعراف الاجتماعية تغيرت؟ أنا ما لاحظت حقيقة، يعني بل إنك أكثر من ذلك قد تجد أن كثير من الأعراف هي الأعراف الإمام أحمد أصحابه. عندما تقرأ مثلا في الفروع ومن علماء القرن الثامن دمشقي شامي، لا تكاد تفرق شيئا عما تقرأه فيما يذكره صاحب الإقناع وإن كان شامية، لكن ما يذكره مثلا صاحب الكشاف المصري في القرن الحادي عشر، بل إنك يعني هو تقريبا تلخيص لما ذكر في الفروع، حتى ما ذكر صاحب البرهان إنما هو أيضا تلخيص لما ذكر في الفروع. هل من المعقول أن الأعراف الاجتماعية لم تتغير قط؟ وهل مثلا بعض الأشياء هذه كانت موجودة في تلك البلدان والأزمنة؟ تفضل يا شيخ. التغير قد يكون طفيف إلى ما قبل الثورة الصناعية، بعد الثورة الصناعية اللي ظهرت في أوروبا صار التغير يعني كل 10 سنوات تتغير الأعراف تقريبا. يعني أنت تقول أنه لم تتغير لأن الأعراف كانت راكدة لا تتغير، ولم تتغير إلا بعد الثورة الصناعية في أوروبا تقريبا، لأن نفس العصر يعني مثلا وسيلة المواصلات مثلا قبل 200 سنة هي اللي قبل 1400 سنة. معقول ما تغير شيء؟ أنا ما تغير شيء أبدا، هو كل شيء بعد الثورة الصناعية طبعا على أقل تقدير في أشياء كانت موجودة هنا غير موجودة هناك. إيه أكيد لابد، لكن طفيف. طب أنا معك إلى حد كبير، لكن سؤالي لو قرأت في كتب الطبقات نعم ألا تلحظ تغيرا في الحياة نوعا ما؟ ما لاحظت صراحة، قرأت طبقات الحنابلة لكن ما لماذا تلحظ مثلا عند ابن مفلح في نوع من التغير عمن قبله مثلا، ويحاول أن يوجه وأن يخرج وأن يذكر أشياء لكنها غير موجودة مثلا عند غيره، لا أقول عند غيره تماما لكن أقول غير مشهورة عند غيره عندما لم يكن في طبقته من مجتهد المذهب أو من يجتهدون داخل المذهب. ما أدري والله، هل معقول أن الأعراف لم تتغير؟ لا أعلم، لكن يظهر أن التقليد حتى في التأليف مؤثر كثيرا، ولهذا تجد حتى أن الأمثلة لا تتغير، وحتى ما ربط بالعرفي لا تغير أحكامه. نعم تفضل. هل تلاحظ يعني اختلاف العادات شاسع بيننا وبين مذكور في الكتب حاليا في الروض المربعة أو ما قبله من الكتب؟ قطعا الآن هو يقول لك الشيخ أنه بعد الثورة الصناعية خلاص تغير سريع، بس هو نفس الطبقات يعني هو ذكر الدعوة مثلا أو لا، الطبقات في نوع تغيير، يعني في نوع تغيير نوعا ما إلى حد يعني قليل ليس كثيرا، يعني طبقة الجند وغيرها يختلف منزلتها
من مكان لمكان، ويختلف النظر لها من مكان لمكان أيضا. ففي نوع بسيط في التغير. أيضا ظهرت طبقات أخرى لم تكن موجودة يعني سابقا، وإن كان موجودة بمفهومها العام. طبقة المحامين طبقة مهمة الآن في أكثر المجتمعات، كانت موجودة صح ولا؟ اي نعم كانت نادرة. سأل الأكاديميين ما كانوا موجودين؟ ازعلك الشيخ والآن ممدوحة. لا لا خلاص خلاص هون. لا 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 أطلع يعني الآن دثرت. لا 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 ساعات قريبة. لا 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 عموما في طبقات ظهرت، طبقات الأكاديمية عموما، فكرة عموما الطبقات أو العقليات أو الشخصيات المندرجة تحت التكنوقراط عموما ما كانت تقريبا موجودة. نعم طبقة الصناعيين مثلا، الصناعة تغيرت منزلتهم بشكل كبير جدا، حتى يعني بعض الصناعات تغير يعني تقدمت على بعض نحو ذلك. فهل مثلا بائع الأقمشة مثلا هذا كان من السادة بائع الأقمشة؟ اي نعم شفت كيف مثلا تغير. لا لا في 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 تغير، في تغير في الطبقات الاجتماعية بشكل كبير جدا. يعني مثلا الأندلس والحضارة اللي فيها يظهر لنا أثر في تغير طبقات المجتمع. ممكن بس مشكلة ما في حنابلة في الأندلس. وصلنا تأليف ولا أريد خلال مدوناتنا مثلا في الشام وفي نجد. عموما مدونات الحنبلية الحضارة عراقية شامية مصرية يعني نجدية لم تظهر إلا بعد دعوة الشيخ محمد الوهاب تقريبا، وإن كان فيه كتابات سيرة قبله أيضا في الأحساء في مؤلفات. هذه الأماكن موجودة، لكن الأندلس ونحوها ممكن خلال مدونات المالكية. هل لو قرأنا في كتب الفتاوى سيكون نفس الحكم؟ بل إنه ترى انتقال الشيء من الواقع والفتاوى إلى المدونة الفقهية الكتاب الفقهي الحقيقة يأخذ وقتا من الزمن. يعني في شيء منتشر متداول ويناقش في الرسائل وفي الكتب ومرتبط بهذا الباب، ولا يذكره أكثرهم، يذكره بعضهم لكن خصوصا في المطولات، لكن في المختصرات ما يتعلق عندهم كانت بشكل منتشر بشكل كبير، ما يتعلق بمجالس السماع ونحوها. جيد، فهذا موطنها، هذا موطنها، ولهذا يذكرها في الفروع في الكشاف ما يرتبط بذلك. لكن متى أدخلت في المدونات الفقهية؟ متى أدخلت؟ لها مجالها الخاص، مع أنها تذكر لها ارتباط السماع ونحوه، ليس له ارتباط بهذا الباب؟ لا 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 سماع الصوفية ونحوه ما هي موجودة قديما، والتغبير وما إليه هذا موطنه. لا لا وين المناسبات في السماع هذا؟ لا 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 كيف؟ لا لا هذه المجالس هذا موضعها، خصوصا من يستخدم منهم الدف وغيره، لهذا قد يأتي لها إيراد في الفروع أو في غيره من المطولات. لكن هل دخلت في المتون أو في المدونات وغيرها عموما من المناسبات الكثيرة؟
فأنا ما أدري لو أحد من الأذكياء في السبر التاريخي الفقهي يتتبع تطور المتن الفقهي، يتتبع تطور يعني دخول الفروع إلى المتن الفقهي. طيب، من الجميل ما ذكر فيما يتعلق ب ما يتعلق بمراعاة الذوق العام وكمال الأدب أو الاتيكيت، وهذا شيء ظاهر ترى عند الفقهاء بشكل كبير، ظاهر جدا. ومن أجل ذلك ألفوا كتب الآداب، لعلنا إن شاء الله نقف عنده طويلا في آخر هذا الباب، آخر هذا الباب. طيب، ما يتعلق بتقسيم هذا الباب، ما رأيكم فيه؟ ها؟ تفضل. بدون الدخل، أنا عندي عدد من الأمثلة، لكن بدون أن أدخل في التفاصيل، أعطونا الأشياء العامة. قسمت الباب إلى ثلاث نقاط رئيسية. نعم. من حيث الداعي. الداعي. من حيث المدعو. المدعو. من حيث مكان الدعوة. لحظة شوي. الآن جعلت الداعي ومدعو ومكان الدعوة. الدعوة. طيب، داع ومدعو ومكان الدعوة. الدعوة. جميل. واستطعت إدراج الأحكام كاملة من تحت هذه المسائل؟ اي نعم. إلا سن إعلان النكاح. أغير هذه مكان الدعوة بس، ولا كلها الحمد لله مشت. اي يعني مثلا الداعي، مثلا مقدار. طب أنواع الدعوة، أنواع مثلا عينه، مثلا عينية أو الجفلة أو جميل، كل هذا. نعم. كلها من الداعي نفسه. جميل. طيب، أيضا في تقسيم آخر. سامي شيخ، تقسم إلى تقسيم في الأحكام. أحكام. ما يباح، ما يستحب. ما يباح. أيوة. وما يستحب. مستحبات. المستحبات والواجبات إلى والمكروهات. طيب، لو اختلفوا في الحكم يختلف موضعه؟ حقيقة حال اختلاف. هذه بسبب له إشكال، صح؟ على الراجح. فغالبا ستقسم بالماهية أفضل عشان تعرف المكانة، لأنه من يريد أن يبحث عن مسألة عندك يريد لازم أن يكون يعرف حكمها قبل أن يجدها. جميل. ها، بصراحة أنا وجدت الترتيب هنا جيد الشيخ. تقريبا بالزمن، يعني ذكر أحكام الوليمة ثم أي. ذكر آدابها. أيوة. بعد الوليمة عشرة نساء. خلاص، يعني أنت ترى أنه مناسبا، تراه مناسبا. هو يعني مقارنة بسياق الكتاب ذكر النكاح. لا، داء الوليمة نفسها، الوليمة بنفس الباب. إيه؟ المسائل نشوف حسب الترتيب الزمني مناسب. لا، نفس ترتيب مسائل الوليمة. مسائل الوليمة. في شيء آخر مشايخ؟ طب عندي تقسيمات هنا. أحكام يقول يمكن تقسيمه بحسب نوع الوليمة. أحكام وليمة العرس، حكم إقامتها، حكم إجابتها إذا كان المدعو صائما، حكم الأكل. ثم بعد ذلك يقول أحكام سائر الدعوات. فالأول أحكام الوليمة وما يتعلق بها، ثم أحكام سائر الدعوات، العقيقة والمأتم. ثم بعد ذلك القسم الثالث أحكام ما يتعلق بالولائم، وليمة العرس وغيرها. فنتكلم عن إجابة الدعوة إن علم بالمنكر، حكم النثار والتقاطه، حكم آلات اللهو. ثم حكم إقامة الدعوة، حكم إجابة الدعوة، حكم الأكل لمن حضر الوليمة. ثم يعني دخلنا في الطلب. جميل. يعني عموما أحكام وليمة العرس، أحكام سائر الدعوات، أحكام تتعلق بالولائم عموما. في تقسيم قسمها إلى سبعة حيثيات: تعريف الوليمة، حكم إقامة الدعوة،
دعوة الوليمة. هنا جيد، هو الحقيقة في تداخل، يعني هنا فصلت بين أحكام إقامة الدعوة وأحكام إجابة الدعوة، أحكام إقامة الدعوة وأحكام إجابة الدعوة، حقيقة كلام المؤلف تداخل المسائل. ثم إجابة الصائم، حكم إعلان النكاح، حكم النثار والتقاطه، آداب الأكل والشرب. حقيقة لو أدخل النثار مع أحكام إعلان عموما النكاح، لأنه يعني المناسبة نفسها وما يقام فيها وما يكون، فيتسكون الإعلان والنثار والأكل والشرب مع بعض، وأيضا إجابة الصائم للوليمة تكون داخلة في حكم إجابة الدعوة عموما. فما يعني يكفينا أربعة من هذه أربعة. هناك تقسيمات أخرى، أقسام، يقول من حيث حكمها الشرعي، ثم أنواع إجابة الدعوات من حيث حكمها الشرعي أيضا، ثم حالات وجود المنكر في الدعوات، ثم أحكام الأكل من دعوات من طعام الدعوات، ثم آداب الدعوات والأكل والشرب. ثم بعد ذلك قسم الباب بناء على ذلك. جميل. طبعا كما تعلمون التقسيمات إنما فيها حسن وأحسن، وصحيح أن بعضها قد يكون فيه خطأ، لكن عموما من الجميل أن الشخص يقسم ويعيد تقسيم الباب مرة أخرى حتى يفهم الباب، وحتى يعرف خفايا الباب، وحتى يعرف أيضا الفراغات الموجودة في الباب. طيب السؤال الأخير، هل لاحظتم اختلافا في هذا الباب عن الأبواب التي قبله أو بعده؟ في الباب تقريبا كثرة الأدلة، كثرة الأدلة، يعني فقط في الروض أكثر من 10 أدلة. أي نعم، 10 أدلة، أي حديث. كذلك كثرة الآداب بهذا الباب، كثرة الآداب، صاحب الزاد أغفل يعني مسائل، يعني مثلا بصور ومصور وأشياء كثيرة، وهو يعتبر مختصر للمقنع، فأختصر يعني مسائل ما ذكرها، حتى ما ذكرها صاحب الروض. وهي موجودة في المقنع، وهي موجودة في المقنع مثل الآداب ونحوها. زاد مثلا آداب في الأكل والشرب، وهي ليست في الأصل كذلك. نعم جميل. طيب. أيضا في جواب، دخول العرف فيه بشكل ملحوظ. دخول العرف في هذا الباب بشكل ملحوظ، جميل. أيضا ممكن شيخ أقول في الباب هذا ممكن يلحق بأبواب أخرى غير كتاب النكاح. جميل، أحسنت. لكن المتعلق مثلا باب النكاح والطلاق لا يكون إلا في باب النكاح. يعني كثير من المسائل ممكن أن تخرجها من هذا الموضوع. نعم. تضعها في موضوع ده بالأكل والشرب، ممكن نلحقها في الأطعمة. نعم. والمشكلة عند الحنابل أن لا يوجد عند كثير منهم، ولا بعضهم كالشريف وغيره، وضعوا بابا للأداب، لكن الغالب على الأصحاب أنه ما يضعون بابا خاصا للأداب، وإنما يضعون كتبا خاصة بالأداب، وينثرون عددا من الأداب في مواضعها. لكن من وضع من الأصحاب بابا للأداب وهم قلة، هذا تخلص من الإشكال. أيضا دائما ما يقول الفقهاء عندهم جفاف في لا وين جفاف هنا؟ دائما يقول في الباب أي هذا الباب من الواقع ومن الناس، والبحث أيضا عن حلول للناس وتيسير لهم. يعني تلاحظون حتى هنا كلمة حرام ترى قليلة شوي، قليلة جدا، حتى يعني بعض النواهي يصرفونها للكراهة. المنكر إذا كان موجود ولم يراه يجب. لا الباب جميل، أين
من الأجوبة اللي وصلتني أيضا نعم لطبيعة ما حواه من آداب فيغلب فيلحظ أن غالب الأوامر صرفت فيها إلى الاستحباب والنواهي صرفت للكراهة. يقول أيضا انتقلت الحديث إلى الآداب لا الأحكام الفقهية. نعم أيضا ما تلحظون أننا نسينا ما يتعلق به، هل هو أشبه بالعبادات ولا المعاملات؟ ما تلحظون ولا جاء السؤال عليكم اليوم ولا مقارنة ولا شيء مع أنه سؤال طويل ممتد؟ أيوة الآن هو أقرب للتعبد والعبادة إلى حد ما والإعراف بعيد عن العقود. الآن تلحظون هذا الباب ليس فيه الجانب التعاقدي صح؟ ما في عقد، ما في عقد. نعم هذه يمكن جزئية صغيرة فقط لكن ما في عقد صح؟ أثر هذا العقد عقد النكاح تلحظون كل ما سبق نتكلم سواء في العقد نفسه أو في أثاره أي نعم. بعده سنتكلم نرجع العشرة يمكن لها أثر حتى في التعاقد سيظهر لها أثر، وبعدين في النكاح فسخ هذا التعاقد أو فسخ هذا العقد. لكن هنا تلحظون أنه باب ترطيب جاء قبل أن ننهي العقد يعني اي نعم. فشو لاحظ هذا الباب انه ابتعد عن الجانب التعاقدي يعني عن جانب العقد وانتقل الى كما ذكرتم الى قضيه الاداب عموما الاداب عموما. طيب لعلنا ندخل الان بعد المقدمه التي ستكون اطول من الباب ندخل الى الباب تعريف الوليمه واضحه. تسن الوليمه بعقد، ايش معنى العباره هذه بعقد؟ عقد النكاح يعني عند عقد عند العقد وليس عند الدخول. والأصحاب يختلفون في ذلك، بعضهم يقول عند العقد وبعضهم يقول عند الدخول، وصاحب الصافي يرجح أن الأمر في ذلك واسع. مرتين تريدها الآن؟ الآن مرتين وأكثر، عند العقد وعند الدخول وعند وعند. قال ولو بشاة فأقل من شاء لقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيث وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين أنس. نلحظ في الدليلين، عند الدليل الأول هذا يدل على الشاء، والدليل الآخر يدل على أن الوليمة تصح حتى لو لم يكن هنالك يعني نعم لو لم يكن هناك شاء أو أقل من شاة يعني ما في ذبح يصح. لكن قال جمع يستحب ألا تنقص عن شاة أو ألا تنقص عن شاة. طب الآن يقول ولو بشاة فأقل، العبارة هذه إيش؟ تستحب ولو بشاة فأقل، إيش معنى العبارة هذه؟ يعني الأفضل أن تكون أكثر من شاة. أكثر من شاة؟ هذا الأفضل، لكن يعني إن لم يكن الشاة هذه إيش؟ يعني هذه حد الإيش؟ أدنى الكمال. أدنى الكمال، قال فأقل. الشيء لأنهم من لأنهم من طبقة الأغنياء يعني أيضا وغيره يكون أقل يعني مثلا أقل الأغن من أهل الغنى لو قيست ولو بشات هذه ولو بشات هذه على قلة يعني على تقريب والأفضل أن تكون أكثر قيست بالأضحية والعقيقة يعني كيف قاسوها على الأضحية والحقيقة لا كيف أضحية وعقيقة وعندنا أقل من شاة أصلاً حتى يعني حتى لو كان مجرد طعام الغرض الاجتماع وإعلان النكاح وليس الغرض الطعام يعني قال لكن قال جمع من العلماء يستحب ألا تنقص عن شاة. طيب قبل هو قال إيش تسن بعقد بشاة فأقل صح؟ عندكم ولو في كل نسخ؟ ما عندي ما عندكم ولو؟ ولو في الروض وانت عندك صح ولو
لا ولو بشاه. سن؟ طب قال تسن بشاة فأقل. طب تسن بشاة فأقل، هل السنة أن تكون شاة فأقل؟ إيش رأيكم في العبارة؟ طب من زاد؟ يقول هو بشاة فأقل من شاة، اقرأوا الزاد وحده. ما فيها ولو. ولا النسخة اللي عندك؟ تسن بشاة بدون ولو. طيب المشايخ الآن لو قرأنا الزاد وحده تسن بشاة فأقل. تسن بشاة فأقل. نعم. يعني أكثر من شاة ما تسن. هذا الظاهر. ظاهر النص. هل هذا مراد؟ شوف يقول لك بعدين أبوتي إيش؟ يستحب ألا تنقص عن شاة. طب اترك ولو هذه. تسن بشاة فأقل. هل ما يريد الحجاوي أن أعلى شيء الشاة ثم أقل من شاة؟ شاة فأقل. يقول تسن بشاة فأقل. قد نقول يباح ما يعني أكثر من الشاة، لأن الشاة يكون مباحا ولا مستحبا. يعني من ذبح مثلا بعيرا أو شاتين يكون فعل مباحا لا مستحبا. طيب حرروا هذه العبارة. بس قال هو شاة فأقل. يقول فأقل هو الآن هو جعل لك الأعلى تسن بشاة فأقل. وهذا ظاهر النص يا شيخ، شاه حديث عبد الرحمن بن عوف وأقل حديث أنس. طيب تأملوا تأملوها شوف الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب قال وتجب في أول مرة. شوف الآن أنت مرة تدخل وكما يعني فعل بعضكم أو بعضكن يعني جعل تفريق بين إجابة الدعوة وإقامة الدعوة. الحقيقة في الآن في الروض تتداخل إجابة مع الدعوة، إجابة الدعوة مع إقامة الدعوة. يقول تجب في أول مرة أي في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره بخلاف نحو رافضي أو متجاهل بمعصية إن دعاه إليها أي إلى الوليمة، إن عينه الداعي ولم يكن ثم أي محل الوليمة منكر لحديث أبي هريرة شر الطعام طعام الوليمة إلى آخره. فإن دعاه الجفلاء الآن تلحظون ولم يكن ثم منكر صح؟ أي في محل الوليمة. قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب فقد عصى الله. طب الآن هذا في إجابة الدعوة، هل نقول العكس أيضا أن إقامتها غير مشروع أو غير مستحب؟ لأنه يقول شر الطعام طعام الوليمة. المقصود بالإعلان. طيب ايش معنى شر الطعام طعام الوليمة؟ الوليمة التي يفعل فيها ذلك وليس كل الولائم، الوليمة التي يفعل فيها هذا وليس كل الولائم، ولا لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن دعاه الجفلاء بفتح الفائق كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب الإجابة. الآن الجفل الآن هل بطاقات الدعوة ولا رسائل الواتس أب مثلا رسائل الاس ام اس نقول من الجفلة؟ كيف التفصيل؟ أيوه طيب والواتس أب إذا كان في جروب تصير جفلة، إذا كان رسالة خاصة تكون خاصة. طب حتى الرسالة الخاصة يكتب رسالة للكل. إيه بس هو يختار المرسلين. نفسه شف. اختيار المرسلين كان اختيار المرسلين شف. إيه شف اللي هو جماعية هاي. إيه.
تغسل كل اللي عندك الحرقان هذه تكون جفن انك ما عينت يعني شخص هذا عام حتى هي خاصة بس هي عامة لكن اقرب او الرسالة الخاصة المعينة هذه فإذا كان الرسالة مفتوحة رسالة جماعية كذا الرسائل الجماعية ليست نعم طب أنا كمتلقي إيش دراني من بعد العالم الشخصي ما يكون جفلة بحقه وخاص بحق الآخر إذا كان حد يعني يكون هذاك جفلة وهذا بس طب أنا كمتلقي إيش الحكم طيب جميل ممكن نقول من حال الناس أن الظاهر أنها جفلة ما لم يتبين العكس سواء بكلام أو رسالة يعني رسائل أو كذا الواتس أب أنت كلها جفلة يعني حتى البطاقة البطاقات الحين ما هو يوزعها يعني يعطيها أبوه 20 ويعطي عمه 20 ويعطي يلا وزع فما تجي أنها تعين حتى لو كتب الاسم أي حتى يعني ما يأثم الشخص بتركها إلا إذا مثلا عينة قال أدعوك أو كذا سواء كان بكتاب أو بخطاب فلذلك يعني عادة يعني لو طب أعلن في تويتر هذه أكيد أنها جفلة ها هذه أيها المتابعين هلموا إلى الطعام سيئا طيب ألا يكون مثلا في انكسار مثلا إذا كان مثلا يعرف من حال عدم حضور الشخص سيؤثر بنفسيته ودعاه يكون هذه يعني يريده بعينه جيد جيد والله حقيقة صعب تحديدها جدا العرف العرف هذا نحن أهل العرف ما اتفقنا على شيء يعني بس هم يقول أصل البطاقات أصلا جفلة يعني الواتساب دامها كذا مفتوحة صارت أقرب للجفلة يعني طب لو كتب أخي العزيز مثلا عمار بن كذا وقال تعتبر نقيد الاسم طيب إذا كان طب بالإيميل بالبريد الإلكتروني مجموعة بريد شيء ولا إيه حتى شيء من الأسماء شلون في برنامج إيه محدد أسماء يعني بس رسالة واحدة فقط لكل شخص يجي رسالة باسمه اللي مسجل في الجمع بدون ما ترسل لكل شخص أجل واحد يتأكد شيء لكن الشيخ غير ما أعرف جانب مراعاة حال صاحب الدعوة كونه يحضر هذا شيء جميل لكن هل يجب نتكلم عن التأثيم الآن لكن شيخ المقابل إذا عين أو إذا علم نتكلم عن التأثيم ترى بس الآن قضية سيكون بيحضر الله يحفظ ويحضر لا شيخ قصدي مثلا إذا علم من حال صاحب الدعوة أنه سيغضب أو سيحمل الله يصعب هذا بعض الناس مش يوصي جار جار جارك وبرضه يغضب إذا ما حضرت وبعضهم تلقى يكلمك شخصيا وكذا وإذا ما حضرت قال لك الله يحفظه أكيد عنده شغل العمل وكذا فيصعب ضبطه صحيح إذا كان يعرف نفسية الشخص بس نتكلم نحن الآن عن وجوب تأثيم يجب ما يجب شيخ إذا قال شيخ فلان وأولاده هل شيخ أولاده يعني كذا لا الآن في العرف أتوقع أنه أهم شيء الشيخ يعني معين بالاسم هي تقريبا يعني مشكلة قال أولاد فلان أصلا رحمه الله هذا ما في أحد عين الاسم هذا كلام إذا أراد الشخص أن يأخذ الفقه ويطبقه على الواقع سيجد مجالات عديدة كبيرة جدا ومن يظن أن الفقه الآن فقط هو دراسة المسائل والاستدلال لها ومعرفة خلاف فيها فقط فهو بعيد عن الفقه حقيقة الفقه حقيقة في مرحلة متقدمة منه وهي تحقيق المناط وتنزيله على الواقع ولهذا ابن القيم يقول في الفقه هو التطبيق المشروع على الواقع
وينسب للغزالي يعني يقول إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة علمها إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لا يعلمها لا يعلمها ككلامي في مسألة يعلمها فليس بفقيه. إذا كان ما كان يتكلم في المسائل التي لا جديدة عليه كالمسائل التي علمها يقول فليس بفقيه. هذا صعب جدا يعني. لكن إذا نطلع كان لا يعني يبقى لنا إلا قلة القلة. لكن أنا أرجع أقول تطبيق الفقه يحتاج إلى ملكة قوية يعني يستثمرها في تنزيل الواقع. وسيظل هناك نوع من الاختلاف في تطبيق بعض المناطات على بعض الوقائع ولن تخلو من خلاف. فستجد أنهم متفقون على المناط مختلفون في تحقيقه، كما عندنا الآن أنتم اختلفتوا في المناط مع أنكم اختلفتوا في تحقيق المناط مع أنكم متفقين في المناط نفسه. يقول في اليوم الثالث كرهت إجابته لقوله عليه السلام الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وغيره، وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر. شفتوا الآن لو أعيد ترتيبه تقدم مسائل تخرج. الآن تلاحظون أن المؤلف بعد أن ذكر شروط الإجابة سيسرد ما يعني لا يدخل في تلك الشروط فلا تجب. والآن سرد الشروط ثم بعد ذلك سيذكر يعني المسائل التي لا ينطبق عليها تلك الشروط فلا تجب. فيقول فإن دعاه إلى آخره وين في اليوم الثالث قال كرهت الإجابة. وأيضا الفقهاء هنا يذكرون أيضا أنه إيش بناء على هذا التعليل والثالث رياء وسمعة، يذكرون أن الولائم في اليوم الثالث إنما هم المباهات والرياء والسمعة، فيعني لا يحضرها الشخص يكره له إجابتها هذا عموما الآن في الولائم التي يراد فيها الرياء والسمعة والشهرة ونحو ذلك فلا ينبغي للإنسان أن يحضرها، وأقل ما فيها الكراهة. ولهذا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين، يعني كأنهما يتباريان في أيهما أكرم أيهما أفضل أيهما نحو ذلك. فمثل هذه الولائم حضورها أقل ما يقال فيه الكراهة. إن دعاه ذمي، شوف الآن سيذكر أيضا ما يخرج من هذه الشروط. إن دعاه ذمي أو من في ماله حرام أو ما سبق ذكره من أهل البدع ونحوهم، يقول كرهت الإجابة لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة أو ما فيه حرام. الحقيقة التعليل هذا يعني لا يعلل به كل الأصحاب. بعض الأصحاب يقول لا، يعني يعلل للكراهة بأنه يقول قد يختلط الحلال والحرام في ماله كما يفهم. هذه طبعا التعليل هذا والتباعد عن الشبهة أو ما فيه حرام هذا تعليل لماذا؟ وهذا تعليل لي بعضهم يقول في دعوة الذمي كالبراني وغيره أنه بسبب إيش؟ أنه يختلط ماله أكله الحلال بالحرام فلا يدري هل ما أكله حرام أو ما أكله هو حلال أم حرام. ومذهب الإمام أحمد أي نعم كما ذكر في الإنصاف رجح صاحب الإنصاف وهو منصوص عن الإمام أحمد أنها لا تكره أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي، بل أن المفترض أن يكون السؤال قائما هل تجب أو لا، أما الكراهة فبعيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوتهم. ولهذا يبقى السؤال هل نقول يستحب الحضور أو يجوز الحضور أو نقول يجب الحضور أيضا كغيره. وأما قضية إذلال أهل الذمة ونحو ذلك فليس من هذا الباب وليس نعم أيه. حتى ولو ليش تقول يكره؟
يكره. هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ لا. إذا فأنا أقول إذا سقط هذا التعليل عادت المسألة إلى أصلها، عادت المسألة إلى أصلها، فنقول هل الوجوب خاص بالمسلم أو أنه عام في كل من تجاب دعوته؟ لا، عادت المسألة يعني الآن لا نخرج ونقول يكره. الآن تخيل أنهم الآن حملوا الذمي ونحوه وجعلوه في باب آخر وهو الكراهة لهذه العلل. عندما نزيل هذا التعليل بالكراهة ونجعل حضور أصلا يعني الذمي، حضور دعوة الذمي من حيث الأصل غير مكروهة بل إنها جائزة أو مستحبة إذا كان فيه تأليف لهم ونحو ذلك، فأقول تعود المسألة إلى أصلها، فننظر في دعوة الذمي هل هي داخلة في وجوب الدعوة أم لا، ولا نقول أنها أصلا مكروهة من الأساس. هذه راجعة إلى تهنئتهم وعيادتهم، لا غير داخلة. يعني هذه تهنئتهم في ماذا؟ عموة العامة؟ إيه يعني هذه فيخرج على الروايتين. فعند الإمام أحمد هذه يعني مثلا إجابتهم خرج على ذلك بسبب يعني الروايتين، بسبب الرواية عن الإمام أحمد. نعم، لكن الإمام أحمد أيضا كما رجح المرداوي أنه نعم يجيب، لا تكره. نعم لا يجيب، لا تكره. وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن ومأتمن فتكره. نعم يا شيخ، في الحديث حق المسلم على المسلم خمس، فممكن أخذوا بالعكس يعني ضد بتاعها. لكن نقول يستحب يباح، لكن لا يمكن نقول يحرم. عفوا يكره. لا يمكن نقول يعني على الرواية الأخرى يقول ما نقول يكره. والإشكال هل يوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالكراهة؟ ممكن الإباحة المطلقة. القضية أنه ما فعل، سيأتينا في الشرب، سيأتينا في الشرب قضية إباحة الشرب عندما لم يقولوا حتى بالكراهة. حتى أي نعم هو الآن يوم أزلت وصف الكراهة سيختلف الأصحاب في حكمها. نعم واضح؟ لا، قضية مو بشرط هذه. أحيانا يعني الآن كيف يعني الآن لازم تفسر كل فعل بهذا الوصف؟ يقول أنا أريد الإباحة فقط لست داعية. لا ينهاكم الله عن الذين، فيقول هو أنا أريد من حيث الأصل، يعني لا تلزمني في كل فعل أن أكون فيه داعي. أي هذه قضية أخرى، إذا حسن المقصد يرتفع حتى المباحات ترتفع إلى المستحبات. لكن هو يقول أنا أريد أن أتكلم من حيث الأصل، أريد أتكلم من حيث الأصل، يقول فما الذي يمنع، ما الذي يمنع؟ والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكفر. شفتوا الآن راح إقامة دعوة، إقامة عفوا إقامة إجابة، إقامة إجابة. واضح الآن؟ ما كرروا إجابة إلى المأتم تكره، وإقامة دعوة المأتم تكره. فعندك ممكن تعيد ترتيبها من جديد، حكم إقامة هذه الدعوة حكم إجابتها كما قسمت بعض الأخوات. صيام الآن من صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا ودعا استحبابا وانصرف، والدليل موجود عندكم، إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه الحديث ليس في مسلم. لماذا طبأته قال رواه أبو داود؟ يروي عن مسلم.
أحسنت. لفظ مسلم إيش؟ أحسنت. فهذا اللفظ يزيل الإشكال. هذا اللفظ يزيل الإشكال. هذا اللفظ يزيل الإشكال. والصائم المتنفل إذا دعي أجاب ويفطر إن جبر. هذا اللي قلته قبل قليل، مراعاة الخواطر ونحو ذلك. إن جبر قلب أخيه المسلم أدخل عليه السرور. لكن تخيل أنه دعوة عامة كبيرة، أصلا بعض الناس أصلا لا يدخلون، يجلسون يتحدثون في الخارج ويدخلون، هذا هنا لا يلزمه. لكن إن كان يجبر قلب أخيه المسلم فإنه يدعو. هل نأخذ من ذلك أن كل ما فيه جبر لقلب المسلم ويدخل السرور عليه أنه مستحب؟ ها؟ نعم نعم مستحب. حديث حب الأعمال إلى الله سرور تدخله على نعم. مسلم أو سرور تدخله على مسلم. نعم. أيضا يؤخذ يا شيخ كان عندهم الوليمة فترة النهار. نعم الوليمة فترة النهار كانت عندهم، ما زالت في كثير من البلدان صح ولا لا في النهار؟ إيه. بس عندنا ما يناسب النهار، غالبا حار وشمس. لكن عندنا سابقا كانت يعني ليست يعني قبل الطفرة الأولى ها؟ إيه نعم كانت نهارا، وما زالت في كثير من البلدان نهارا، خصوصا البلدان اللي فيها النهار جميل وكذا، ما زالت عندهم نهارا. كيف؟ أي نعم نهار الآن كبير أنت يمكن هذه كثير كثير من البلدان، كثير من البلدان يا شيخ اللي عندهم الجو معتدل، لماذا ينتظرون الليل وبرودته إذا كان عندهم الليل بارد؟ كثير من البلدان يستمتعون بالنهار. يعني مثل ما ذكر الشيخ كانت متوقع أنه شامي، توقع أن الجو عندهم كان جميلا. لكن حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدعوة نهارا أيضا، ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك. ويستحب الأكل لما تقدم وإباحته. الآن ندخل الآن في مسألة جديدة، معاملة داخلك يعني. يعني لا يمكن الفقيه أن ينسى، لا يمكن الفقيه أن يخلع مشلح القضاء، قلم القضاء لا بد أن يخرج حتى في المناسبة الجميلة. الآن زواج وتكلمون عن وليمة وأكل وسرور ونحو ذلك، لا بد أن يدخل لك الآن جانب قضائي. ما تخلونا يا شيخ محمد. يقول وإباحته، إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه، لحديث ابن عمر من دخل على دعوة على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. يعني هو الآن الإباحة حتى لو وضع عندك لابد أن يكون هناك إذن صريح أو قرينة بالأكل، حتى ولو كان ذلك من بيت قريب أو صديق، يعني تسقط بينهم الكلفة، ولم يحرز ذلك القريب هذا الأكل عنه. واضح؟ لا يقول لا بالعكس وسع المعنى. يقول لو حتى دخلت في بيت قريب لك ها؟ لا تأكل، حتى ولو كان هذا صديق خاص لك أو قريب ولم يحرز هذا الأكل عنك فإنك لا تأكل. مع أنه الحقيقة في التطبيق العملي قد لا توجد هذه الصورة، لأنه يقول أو قرينة نعم نعم وضعه عادة. لكن لو وجدت مثلا واحد يدخل مثلا الآن في قصر الأفراح ويقول ما شاء الله، والناس داخلين يعني في مكان تقديم الطعام، صالة الطعام، يدخل ما شاء الله وش عندكم ما شاء الله ما شاء الله، يتذوق الفاكهة. الآن وش حكم هذا عندهم؟ لا حتى الآن ما قالوا تفضل، يمنع منه. لو كان مثلا ولد راح بيت أبوه وفتح الثلاجة بيت قريب، لا لا هنا الأب مع الابن هم عايشين في بيت واحد، هذا في بيته لم يدع إليه. لو كان بيت، لكن وقوله تعالى ليس عليكم جناح، حتى قال أو صديقكم.
ها؟ هذا ما يدعى، هذا متهم منه أصلا. لكن لو دعي فإنه يتوقف على صريح إذن أو قرينة حتى لو دخلت. طيب الآن أنا الذي يعني يعنيني بيقول شوف، والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه، لكن فرق بين تقديم الطعام وعدم إحراز الطعام، انتبهوا في فرق. ولا يملكه من قدم إليه بل يهلك على ملك صاحبه. يعني ما يضع في جيبه شغل السفناب والبيبسي ما فيه، خلاص هلك على ملك صاحبه، يكمل يطلع بس يشربه، ما يضع لأنه الآن يشربه. الآن أنا بعيدا عن هذا الموضوع، قضية الملك والتملك في هذا الباب. الآن عندي ممكن نأخذ ترى من عندنا مسألتان، هنا عندنا مسألتان ممكن أن نستفيد منهما في قضية نظرية الملكية أو التملك في الفقه. عندي هذه المسألة ولاحظت أن هاتين المسألتين يعني يغفل عنهما في تقرير قضية الملكية ونحوها. الآن هذه عندي، هذه الملكية، والثانية إيش عندنا في هذا الباب؟ النثار. أحسنت، النثار. إذا سقط في حجره يقول يملكه حتى ولم يمر ذلك. فالآن هو يقول لا يملكه مع أنه قدمه له، واضح؟ وإنما يهلك عن يملكه. يملكه هذه الفكرة أن الشيء لك، لكن لك أن تأخذ، لك أن تستفيد منه، لكن ليس لك، وإنما يهلك على إيش؟ على ملك صاحبه. هل لها مثائل؟ هل لها نظائر؟ تأجرت مثلا بالفنادق، ومن الفنادق مثلا الصوابين، هل لو تأخذ استخدامك أو تأخذ المتبقي مثلا؟ أي سم؟ إذن في الاستعمال فقط؟ إيه، ما إذن في الاستعمال أنه لك هذا كاستخدام، أو تتملك كل ما يكون لك. جيد، هذا جيد التطبيق القياس. بوفيه المفتوح هنا. هل له حق ان ياخذ من ياخذ باقي الاكل معه؟ جيد، او ياخذ الاكل نفسه، او ياخذ الاكله، يعني ياخذ طلبه ويرجع فيه. راح يصير ممنوع هذا. جميل. طيب الان قبل ان ندخل لتحقيق المناط وتطبيقات مشابهه، هل لذلك نظير في الفقه؟ عندنا مرت بكم مساله شبيهه، ما ادري نسى المؤذن كيف تأجير البيت وقف، بس انه يتملك، يملك المنفعه. هو يقول لك ليس لك، لا يملكه، وانما هو يقول اذن فيه فقط. هو اذن لك مثلا، لا يملكه بل يهلك على ملك صاحبه. مساله وان حمل طالبا الاجر لم يضمن، إن حمل أحد على دابته فهلكت. لا بس الآن نقول نحن عندنا شيء، نريد شيء، إذن في البس، إذن في الاستهلاك، ومع ذلك لا تأكله. يعني حتى الآن لو وضعته في يدك هل هو لك؟ حتى يتكلمون تفصيل متى خلاص ينتقل الملك. إذا وضعته في فمك، لو تدخلون في طورات الفقهية يتكلمون تفصيلا متى إذا وضعته في فمك. يعني مثلا لو أخذت علبة الماء هذه أو علبة البيبسي، مسكتها ثم أرجعتها مرة أخرى، هل تملكها؟ لا لا، الآن أخذتها وأرجعتها تملكها لك، ليست مثل النثار اللي سقط في حجرك، لك حتى لو وضعته جانبا هو لك. لكن هذه أخذتها ثم أرجعتها، أخذت مثلا بعض الفاكهة ثم وضعتها، جاء واحد أخذها،
لك دامك ما استهلكته ليس لك، حتى لو قبضته ورجعته يكون لك ولا ما يكون لك؟ ما أخرج هم يقولون لا ما يسلمون بهذه الفكرة، يقولون إنما يهلك على ملك صاحبه حتى تتلفه إتلافا تاما هو على ملك صاحبه، دامك ما وضعته في فمك وأكلته خلاص له انتهى، وإلا هو في ملك صاحبه. سؤالي شيخ عشان بس أنا ما ودي أطيل عليكم، كم مضى من الوقت الآن؟ هل لذلك السؤال المعلق، هل لذلك نظائر في الفقه أم لا؟ هل لذلك صور مشابهة أم لا؟ صورة مثل هذه الصورة في التملك، صورة الجزئية هذه، يعني ما أكملنا ساعة؟ طيب نكمل ساعة ونتوقف. يقول إن علم المدعو أن ثمة الآن قضايا المنكرات وما يترتب عليها وكيف التعامل معها من أكثر يعني المضان ظهورا فيها، في المسائل هذه المسائل ظهورا فيها هذا الباب. طبعا يقول إن علم المدعو أن ثمة في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها، شوفوا يقررون هذه يجعلونها من المسائل البدهية التي لا تحتاج إلى نقاش. يقول فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره لأنه يؤدي بذلك فرضين. سؤالي في هذه الجزئيات عموما، هل المنع من الحضور هو مشاهدة المنكر أو العلم بوجود المنكر؟ مشاهدة المنكر والسماع فقط. منع الحضور يا شيخ ايه العلم، قالوا ان علم مجرد العلم. ايه نعم، بس لاحظ في كلمة، لاحظ في كلمة ان علم ان ثم. طب لو كان في جهة اخرى في صالة النساء مثلا، ها ان كان في صالة النساء اذا لم يسمعه قالوا يباح أو يتساوي الحضور، يتساوي يقول خير خير. إذن المناط إيش؟ مناط السماع والرؤية. السماع والرؤية؟ نعم. أو القدرة على الإنكار؟ يعني إذا كان يقدر على الإنكار أو لا يقدر على الإنكار؟ لا هم يقولون، لا هم يقولون بس باختصار إن علم أن ثم منكر فإن كان يقدر حضر وغيره وإلا أبى الحضور رؤية، وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك، فإن دام لعجزه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه. طيب لو علم به ولم يره ولم يسمعه هل هو مأمور بالتفتيش؟ لا، غير مأمور بذلك، خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار. إذن لاحظوا هنا إيش الحديث، من رأى منكم منكر. نعم، لكن إيش قال هنا؟ حين إذن لعدم وجوب الإنكار، فهل العلة وجوب الإنكار ولا العلة رؤية المنكر؟ هذه لقضية وهذه لقضية أخرى. جميل، الآن إذا كانت العلة ورؤية المنكر أو سماعه، فلماذا يخير هنا؟ المفروض أنه يجب عليه الحضور. طيب، وإن علم به ولم يره خير بين الجلوس والأكل والانصراف. هو أجاب؟ طب لو علم به قبل يخير أيضا؟
فهو الآن هو حضر فيخير بين الجلوس والأكل والانصراف، لأن أصلا الأكل غير واجب عليه، الأكل غير فقط. طب ما الحكم لو علم قبل، هل يخير أيضا؟ لكن هنا عين لعدم وجوب الإنكار حينئذ. سؤالي، هل لو علم قبل الحضور يخير أيضا؟ أكيد لا، يعلم به ويعلم أنه ليس في مكانه. كثير جدا. هل يخير أيضا أم لا؟ سؤال. الأمر بالنهي عن المنكر إذا كان رآه أو جميل، لا نتكلم عن هذه الجزئية، جميلها. الآن نتكلم عن جزئية هو يعلم به ويعلم أنه لن يراه ولن يسمعه، هل أيضا يخير أم لا؟ واضح السؤال؟ يبقى أنه عدم وجوب الإنكار المنكر عليه. طب إيه، هل يخير ولا يجب عليه الحضور؟ أين علقوا؟ قال ويكره النثار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخاء وسخف. شفتوا الأشياء التي فيها دناءة والسخف أقل أحوالها، يقولون أقل الآن أحوالها بناء على ذلك الكراهة. طيب، هل يملكه؟ ومن أخذه أي أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره منه شيء فهو له، قصد تملكه أو لا، لأنه قد حازه، ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. أما هناك تحظى ما قالوا له تملكه. النثار كان موجود سابقا، هل ما زال موجود حاليا؟ ما زال موجودا نثار؟ لا لا لا، ترى يقولون إن وزعها لا يدخل في الكراهة، هم يتكلمون عن نثار من نثر كذا يرمونه. أما يقول الأصحاب إن وزعها عليهم كما فعل الإمام أحمد في الحذاق ووزع عليهم جوزا، فإن هذا لا يكره لأنه ما في دناءة ونحوه، لا يتكلمون عن نثر هذا الباشر. رامي كذا. طيب، أحسن الله إليكم وشكرا لكم، وصلى الله وسلم على نبينا.